مرت عمي بهداك اليوم. بدك وقيع؟ انتي ما لازم تقولي انه إلك اي حق بالبنات اوفي وتيجو، لانه عن طريق الوسائل القانونية وهالوراق هدول هو بده يبعدك عنهم اثنيناتهم وياخدهم. وقتها ما بعرف كيف قسيت قلبي كتير ووقعت على اوراق التعهد اللي معه. لأني أنا عرفت إنه الأولاد رح يضلوا مع أبوهم. لهيك أنا وقعت عليهم. بس تيجو أوفي، أنا عم أقول الحقيقة، أنا بحياتي ما كان بدي أولادي يبعدوا عني. صدقوني عم أقول الحقيقة. وهلا سافيتا، قولي لنا شو قلتي لمازن هديك الليله لما اعطيتيه ورق التعهد اللي معك. قولي. وقت انا عطيتها التذكره قالت لي انه ما بدها تجي معنا وتسافر، وما كان بدها تاخذ التذكره مني، كان بدها المصاري وبس. لهيك اخذت التذكره منها وعملت لها شيك دغري وعطيتها اياه بايدها. ١٨ سنه. امي لك ١٨ سنه. ١٨ سنه مرقوا وهن عايشين على هالكذبة الكبيرة. طيب وأنا؟ أنا بنفس مكاني اللي كنت فيه من وقتها. من ١٨ سنة راحوا، العالم كله عم يمشي حولي، بس أنا ما قدرت أعيش. أنا ما قدرت أتقدم خطوة واحدة لأنه حياتي كانت هون بتعلقة بجانا مرتي. انت شفتي تعب ابنك قدامك صح؟ شفتيني بعينك وانا عم موت واتعذب ألف مرة كل يوم، بس كرمال انانيتك ما عم بقدر صدق يلي عملتيه معي. مازن لك انا ما عم بقدر صدق انه امي عملتها وغشتني بهالطريقة البشعة. امي انت جرحتيني كتير ودمرتيني. الام بتدعم ابنها بس انت اخذتي مني اكبر دعم الي بالحياه. هلا انا رح روح بعيد عنك ورح اتركك لحالك. رح روح بعيد عنك لدرجه انه صوتك ما رح يوصل لي بلوب، وبعدين انت رح تعرفي شو صعب الام تبعد عن اولادها وما تشوفهم خلال ١٨ سنه. ليش سويتي هيك؟ انا سويت هيك كرمالك مازن. حتى هلا عم تكذبي. انتي ما فكرتي فيني ولا لحظة واحدة. لو فكرتي فيني مثل ما قلتي ما كنتي بعدتيني عن حبيبتي طول هالوقت. انتي طول عمرك بدك كان يضل ابنك وإلك لحالك. انتي ما تركتيني يكون لجان ابنه. وقت الولد بيكبر يا امي الام بتجوز ابنه وبتنبسط اذا شافته مبسوط. بس انت اللي عملتي بعدتيني عن مرتي جانا، بس كرمال انانيتك. ودائما كان بدك تكوني الوحيدة المسيطرة وما حدا غيرك يحكم ويكون له كلمة. انت اخذتي سعادتي مني كرمال انانيتك وطبعك. شو هالقناية اللي كنتي عم تحطيه على وشك؟ شو كان صاير لك يا امي؟ شو اللي خلاكي تعملي هيك؟ ليش؟ ليكي شوفي حالة أوفي. طلعي اطلعي على الثانية. طلعي أمي. هدول حفيداتك بتقولي إنك بتحبيهم ما؟ لكن ليش سويتي معهم هيك؟ أنت بعتي هدول الأولاد عن أمهم كل هالمدة
ومعقول ما خفتي يا أمي؟ ما لما هذا السر ينفضح قدام الكل والكل رح يصيروا يكرهوكي، ما حسيتي بالخوف أبدا؟ هاي غلطتي أنا يا أمي، هاي غلطتي أنا لحالي. أنا كان نعم على قلبي بسببك، لأني وثقت فيك يا العمياني، ما كان لازم أوثق فيك بكل حياتي. هذا كان غلطي أنا، غلطي أنا، ورح أتحمل نتيجته. بس من هلأ أنا لا مأزين. أنا من بعد هاليوم ما عاد أغلط بنوب، وصوتك لبقى سمعيني إياه. بعرف إنه مو حلوة أحكي معك هيك، بس اليوم بالذات خجلان ناديلك أمي. مازن بترجاك لا تكرهني، بترجاك ناديلي أمي مثل قبل. مازن لا تتغير. لا تحكي بنوب، لك أنا بتمنى إنه ما يخسر العالم ثقته بكلمة أم. أنت جرحتيني كتير ودمرتيني على الآخر يا أمي. أوفي تيجو وساشين، ولك أنت حتى ما رحمتي سوهام منك، أنت خليتي سلاحك كمان وخليتينا كلنا نكره جانا ونبعد عن حياتنا ونظلمها مثلك. بتمنى لو أني وقتها رحت بنفسي وما بعدت لها التذكرة لجانا معك، لو أني رحت من حالي. أنت خلقتي سوء فهم كبير بعلاقتنا كرمال أنانيتك وظلمك. بسببك أنت جانا ما عرفت أبداً أنه أنا كان بدي أخذها معي على كندا من وقتها. ولا أنا ما قدرت أعرف إنها بتحب أولادي وكانت بتحبني كتير وبدها تكفي حياتها معي. بس بسبب تصرفاتك الأنانية أمي، أنا بتمنى لو إني ما وثقت فيكي وقتها، بس ما عاد ينفع كل هذا الحكي هلأ. أنا حتى ما بستاهل إني أطلب من جانا تسامحني أبداً. كيف بدي أطلب منا سماح وأنت عملتي هيك؟ وأنت لا تطلبي مني سامحك بحياتي، أنا ما رح سامحك بنوب ولا يمكن. مازن رح ضل ندمان كل عمري لأنه عندي أم مثلك. بيقولوا إنه الأم بتعلم أولادها يعيشوا. وبيقولوا كمان إنه الأم بتعلم ابنها الحب والحنان، هي بتساعد ابنها إنه يفرق بين الصح والغلط ويمشي بطريق صحيح، وهذا هو السبب يلي بيخلي الابن يقدر يوثق فيها ويعيش حياته سعيد. أنا دائماً كنت معك وكنت أوثق فيكي لحد العمى، وبثقتي هي أنا أثبت إنه أنا ولد منيح. بس أنتي شو؟ يا ترى قدرتي تكوني أم منيحة؟ بس كرمال خلي علاقتي منيحة معك، ضليت إلعن علاقتي مع جانا بكل الوقت بسببك أنتي. وأنتي أنتي شو ساويتي؟ أنتي احترمتي علاقتنا شي؟ لا. تعرفي شو الفرق بينك وبين جانا؟ شو هو بالضبط يلي ساوته جانا؟ هو إنها دائما تعطي وأنتي بتاخدي، الشي يلي أنت بتعتبريه حقك هي بتعتبره مسؤولية عندها. أنت بتعرفي كيف تأسري على العلاقات لمصلحتك، بس جانا قلبها طيب وبعمرها ما خدعت حدا، وهذا هو السبب، هذا هو السبب يلي حتى بعد سنين هي كان عندها علاقات كتيرة وطيبة وأنت ما عندك شي بالمرة. أمي بيوم من الأيام قبل هلأ وقت أنا كان لازم أختار بين أولادي وبين جانا، أنا اخترت أولادي، واليوم هو يوم اختيار تاني إلي، وأنا هلأ لازم أختار الخيار التاني بين أمي وبين جانا يلي انظلمت كتير بسببك. وأنا أنا رح أختار جانا. Oh.
وهي المرة رح تضل معي طول العمر. مازن ابني أنا. بكفي. من اليوم ورايح أنت ما عاد فيك تعتبريني ابنك نهائيا. لا لا. اليوم وهلأ وبهي اللحظة أنت بدك تنسي إنه أنا بكون ابنك. لا. أنت غشيتيني طول 18 سنة ما هيك؟ لهيك اعتبري هذا الشيء ضريبة غشك. لا تكرهني بترجاك، لا تكرهني مازن. أنا رح موت من القهر إذا تتركني لحالي وبتروح. مازن أنا ما فيني أعيش بدونك، ارجع لعندي مازن. مازن لا تتركني وتروح يا مازن، خليك معي أنا معك يا مازن. مازن لا تتركني وتروح. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.